نبدا ناخد الرمله والمياه الاثنين مع بعض. دي فكره الكراكه عامه سواء البوستس او الجيم. بعدها بسنين جه دبلوماسي فرنسي للاسف ده كان راجل فرنساوي كان جاي يعيش في مصر على اساس ان هو مساعد قنصل فرنسا في مصر، لكن فكره ان احنا برضه متفقين ببعض. وبعد كده على ظهور الحيوانات زي الجمال والنمير برضه. الى 10 ايام تانيين هنا العمال مستنيين المعدات منطقه الانقره عشان يرجعوا بيتهم تاني. ولو نلاحظ ان دي ست قاعده بتطبخ على الارض، لما عرفت ان جوزتها ما بتاكلش وما بتشربش في موقع الطبخ، راحت متبرعين في موقع الطبخ في كل الست، والثانيه مسافه 5 كيلو عشان اللي يجوا يلاقي مكان يعني. اتطورت فكره الطبخ، ابتدينا نستخدم البراويطه بدل القفه والفاس او الحمار او الجمل. ابتدينا نستخدم البراويطه دي محطوطه على اطباق خشبيه متوصله ببعض، يتحط فيها ناتج الطبخ يا اما الحيوانات اللي بتقولوها يا اما بني ادم. مخصوصه لدعوه الوقوف وراءهم. المشهد اللي بعديه هنا وصول الملوك اول يوم في بورسعيد لما اضطروا ان يتصل منصب الافتتاح مع الامبراطور فرانسوا جوزيف والخديوي الاسماعيلي. تم بناء 3 منصات على شاطئ بورسعيد، المنصه الكبيره جلس عليها الملوك وامراهم بسته. تم الاسم لان هي عباره عن تلال الذي سقف الحفاش كتبوا عليها بالخضره والزرق احتفال بالملوك الجايين. فينا فلاح مصري بسيط عامل زي تمثيليه او مسرحيه ان هو بعيد على الصخره والعذاب اللي شافوه ساعد في الاخضر. هنا ده محمد علي باشا واللي هو اتعرض عليه فكره حط قناه السويس بس هو رفضها. بعد كده محمد سعيد باشا وهو رابع ابناء محمد بن علي باشا وتم يدرس الاسماعيليه بالنسبه له وهو اللي وافق على فكره حفر قناه السويس. الامبراطوره اوجوني امبراطوره فرنسا زوجه نابليون الثالث وهي كانت ضيفه شرف حفل افتتاح قناه السويس. الخديوي اسماعيل وهو اللي وافق على حفر قناه السويس. تسمت مدينه الاسماعيليه نسبه له. الدبلوماسي فرديناند لسيبس وهو اللي نفذ فكره حفر